تأسس القسم هذا في عام 2012، قسم من الأقسام المهمة في المجال الهندسي لكونه يشمل الحقيقة مساحة واسعة من التخصصات الفنية والهندسية اللي يحتاجها البلد. المختبرات اللي حقيقة عديدة جدا، تغطي تقريبا كل المواد اللي ندرسها، كل مواد تقريبا 90% أو 85% من موادنا مواد فيها عملي، ولهذا عندنا مختبرات بالإلكترونيكس، بالمايكرو بروسيسور، بالفيزياء أيضا، بالكهرباء بالمرحلة الأولى نعطيهم، وعندنا متقدمة PLC، وعندنا عدد حقيقة Network Security، Network يعني كشبكات، كموضوع شبكات الحاسوب وكأمنية الشبكات. فالمختبرات عندنا عديدة، عندنا الآن حاليا نشغل بحدود 12 مختبر في وقت واحد.